في جزيرة نائية جدا قبالة ساحل تشيلي تدعى ديموليشن آيلاند أو ديفوشن آيلاند أو ديسوليشن آيلاند. محاولة جيدة، ستخدعني لأسافر إلى أكثر بقاع الأرض بعدا. من أنا حقا؟ أراهن على أنك كنت تعتزم إخطار السلطات للتوجه إلى هناك واعتقالي بمجرد وصولي. في الحقيقة كنت سأجمع بين نصفي العقد وأسترجع نصفي الخاصة كي تنتقلي ثم تنقطع السبل بك، لكن ذكائك منعك من قولي ارجع إلى ديسوليشن آيلاند. اذهب إلى ديسوليشن آيلاند. جيد، فتيات الكشافة. جاكي، أين أنت؟ عذرا يا عمي، سأذهب إلى ديسوليشن آيلاند. ديسوليشن آيلاند. جاكي! أين الأخريات؟ مع الآنسة المحتالة. نعم، استخدمتن مهارات الإسعاف الأولي. كان شيئا بسيطا تعلمته من التلفاز روبنسون كروزو في هاواي. كيف سنعود إلى الوطن يا جاكي؟ لن يتسع هذا القارب. تهرو؟ كنت آمل في شراء مزيدا من الكعك. فور وصولنا سأشتري لك كل ما تشتهي.